وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الذي نادى به يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. نعم. ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعتا. أكثر من قرع الباب فإنه يوشك أن يفتح لك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الملحاح الذي يلح في دعائه. نعم. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. الله أكبر، هذا أعظم، يعني كيف أنت تذكر هنا يذكرك الله في السماء، فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم سبحانه وتعالى. فأنت أكثر من ذكر الله تبارك يكون ذكرك في السماء. نعم.